أحلق صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا
الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 وعلى آل سيدنا محمد أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kalimatan khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi Allahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, ila ruhihi wa ila arwahihim al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzikril syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillahi hamdan yafi'u ni'amahu bil mazidi ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wafiqna ila haqqi wa ila thiriqin mustaqim. Rukadi khasmil Qur'anil adim bijahi habibika wa rasulika karim. Wa'afu anna ya karim, wa'afu anna ya rahim. Wa'afir lana dunubana bifadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an وزين أخلاقنا وحسن أعمالنا بذكر القرآن. اللهم اهدنا ويسر أمورنا وحسن مقاصدنا وقضي حوائجنا وقضي حوائجنا واشف جميع أسقامنا وتمم أعمالنا بحرمات القرآن الكريم. يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شفيئا
وآل الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سدعا وحجابا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله جدلا لنا لا وجه لنا وجعله حجة لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل وأنزل سبب ما قرأناه وانظر ما تلوناه لروحنا بنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين فنبينا آدم ومن أخوان نبي إلياس نبي إدريس جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين جميع الملائكة المقربين خصوصا أشهد قد جلني رضي الله عنه سن إلى أولي تسعة في الجاري سن إلى أولي في هذه القرية لكن ما ينظر خصوص الخصوص إلى روحي إبوك أنجم ما سمعكن وإلى روحي بايات من الأرواح بايات صالح ودريتهم ومسيحهم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات مما يشارك عليه إلى مغربها بريا بسنا أباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومسلمين وإلى جميع أهل قبورنا وأهل قبوركم وإلى جميع أهل قبور من جرى ومن وقف في المصلى بيت الصفا خصوص إجي منيكم أحمد سوكي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفار النيران اللهم أعزم المغفرة على أهل قبر من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل قراءتنا يا الله بركة لمن قرأها وبركة لمن سمعها وبركة لمن أحسن إليها اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وجمعيتنا وقومنا يا الله من عبادك المؤمنين ومن عبادك المتقين صابرين سالمين مرزوقين ومن أهل العلم ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير وديا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيما الصلاة من دعاء ربنا وتقبل دعاء اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Monggo khataman dalu punika kita tata kanthi shalawatan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi huwal habibul ladzi turja syafa'atu لِكُلِّ هَوْلِ مِنَّ الْأَوَلِ مُقْدَئِمِ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا اغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا